ركز معاي نكمل مع وحدة الطاقة في السلم الذري إلكترون فولت. بعد ما تعرفنا على وحدة الكتلة في السلم الذري وقلنا مادام نخدمه في السلم الذري عدنا وحدات تلائمنا تساعدنا في الخدمة، كما تعرفنا على اليوم اللي هي وحدة الكتلة الذرية، دركا راح نتعرفوا على وحدة الطاقة في السلم الذري إلكترون فولت. يمكنكم مشاهدة بقية فيديوهات النووي إلى الذهاب فقط إلى مدى إلى البلاي ليست، تجدون كل وحدة ودروسها مرتبة من الألف إلى الياء، وكل دروس مفصلة، وننصح التلاميذ بفهم الدروس وليس الحفظ، ويعني لا تعتمدوا على كثرة حل التمارين على حساب الدرس، الدرس هو الأهم. يعني عن تجربة كنت نحاول نحل يمكن وصلت إلى 9 تمارين فقط في وحدة نووية على ما أظن، لكن الدرس مفهوم بحذافيره، حصلت على علامة ممتازة جدا في الفيزياء والعلامة الكاملة في النووي. إذا انتبهوا وركزوا معي، استفادوا من النصائح هذه، واختيكم من تجمع من نحل ما نفهمش الدرس وراه نحل التمارين بين في الدرس، ما كاينش من هذه، الدرس هو الأهم، هو النافذة إلى كل التمارين. ممتاز، نكمل. إذا با وحدة الطاقة في السلم الذري إلكترون فولت، يتساءل التلميذ على حتى درنا غير الكتلة ودرنا الطاقة، يقول لك ما درناش حوايج خلاف. جماعة رانا نحن ندرسوا تفاعلات نووية، تفاعلات نووية، والتفاعل يتعلق لي بالكتلة ويتعلق لي بالطاقة، واش صرا للكتلة واش صرا للطاقة، هل الكتلة نقصت هل الطاقة زادت إلى آخره. دونك لهذا راح ندرس غير الكتلة وراح ندرس غير الطاقة. ممتاز، نكمل. وحدة الطاقة في السلم الذري إلكترون فولت، الجول كما نعرف وحدة للطاقة، ودرسناها العام الماضي في الطاقة. ممتاز، وش بيه كوحدة للطاقة يونيتي بوغ لينيرجي غير مناسب في السلم الذري. الجول ما يناسبناش كي نخدمو التفاعلات على المستوى الذري، لا يساعدنا كوحدة للطاقة، ما يساعدناش، ما نخدموش بيه. كيف ما يساعدناش؟ راح يمدلنا أعداد غير مبسطة، أعداد إلى آخره، راك معايا؟ إذا أعداد غير مبسطة، أعداد ضخمة إلى آخره، وهدرنا عليها هذه، وش هو الهدف من وضع هكذا سلمات. ممتاز، ركز. لهذا نستعمل وحدة الإلكترون فولت. إلكترون فولت راح هي وحدة وسيلة طاقة، لكن راح نخدموا بها على السلم الذري. ممتاز، ركز معاي. وتستعمل بكثرة الميجا إلكترون فولت، الميجا إلكترون فولت. ميجا ها هو رمز ميجا الكترون فولت. معايا يا جماعه، قلنا الجول ما راهش يساعدنا في المستوى الذري، بون دونك العلماء جابوا لنا سلم جديد واللي هو الالكترون فولت يساعدنا، وقلنا راح نستعملوا بكثره الميجا الكترون فولت، وبالتالي لازم لي نجبد علاقه بين الميجا الكترون فولت والالكترون فولت. جماعه شوفوا، عندي الكترون فولت للكيلو الكترون فولت بالتقريب 3 مرات، دونك 10 اس 3 خلاف زيد، وعندي من كيلو الكترون فولت حتى للميجا الكترون فولت 3 درجة خلاف. سمى الميجا الكترون فولت فيها 10 اس 6 الكترون فولت. علاش؟ من الميجا للكيلو 3 مرات، دونك 10 اس 3 10 اس 3، ومن الكيلو للالكترون فولت الوحدة العادية 3، دونك من الميجا الكترون فولت للالكترون فولت مباشرة 6 مراتب، وبالتالي 10 أس 6. دونك الميجا الكترون فولت هو الكبير على الالكترون فولت، وهو 10 أس 6، 6 مراتب الكترون فولت. جيد، ممتاز. راح نتعرفوا درك وش هي الالكترون فولت هذه، وش يساوي من جولة. ركز معايا نتعرف على واش هو الالكترون فولت. كما قلنا دونك عندي الكترون فولت، يا جماعة كي نقول أنا حبة قاطو ولا حبة بسكويت معناها واحد حبة بسكويت، يا أخي هنا دائما يوجد واحد، كنقولوا احنا انسان خي ما معناها واحد انسان، اذا الالكترون فولت نستطيع هنا ماذا وضع الواحد، الكترون فولت هي نفسها واحد الكترون فولت، فراوله نفسها حبه فراوله، واحد فراوله. ممتاز، ركز معي جماعه، ركز معي، راح نفهموا شحال من يساوي الكترون فولت. القليل من الاساتذه يديروا هذه الفكره والتلاميذ يروحوا يحفظوها، لا ركز معي راح تفهم معي الالكترون فولت واش يساوي لي. ركز معي جماعه، عندي واحد، ها هي واحد، جيد، الكترون فولت. اذا واش يا جماعه؟ اذا ركز معايا في الكترون، واش الالكترون؟ الالكترون بماذا معرف؟ بشحنته، لان كنت مهمله هنا في هذه التحولات. اذا ماذا؟ اذا معرف بشحنته، وشحنته مقدره بالقيمه المطلقه 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولوم. عندي جماعه شحنه الالكترون، الناس كلها تعرفها،
1.6 في 10 اس ناقص 19 بالسالب. حنا راح نديو الا القيمه هنا معناها بالموجب، خاطر راح نخرجوا مقدار موجب، ما راح نديوها بالموجب مش بالسالب، خاطر شحنه الالكترون راها بالسالب. ممتاز، نكمل ركز معايا. هذا واش يا جماعه؟ يخي فولت معناها في 1 فولت، يخي فولت مع نفسه 1 فولت، انسان نفسه 1 انسان، هذه نراليا. ركز معايا يا جماعه، ركز معايا. عندي 1 في 1.6 في 10 اس ناقص 19 في 1، شحال تمد لي؟ 1.6 في 10 اس ناقص 19. هروح تعالوا نضرب مع الوحدات في بعضها، واش عندي؟ عندي الكولوم في الفولت. ركز معايا، 1.6 في 10 اس ناقص 19، الكولوم في الفولت واش هو؟ هو الجول. هو واحد الكترون شحال غادي يدير؟ العديد من الطلبه ولا التلاميذ راح يتفاجئ لنا في نقطه يقول هاي مين جا الكترون فولت واش يساوي. نعم، ما كانش حاجه نحفظوها، كل شيء تفهم، كن ذكي، حاول تفهم كل الدروس، تتخلص من كل العقد، كبر عقلك، افهم. ممتاز، ركز معايا. واحد الكترون فولت، عندي الاو هي الشحنه بالقيمه الموجبه بالقيمه المطلقه، الشحنه وحدتها الكولوم، عندي فولت اصلها 1 فولت، اذا الاعداد ضربتها في بعضها وجبت الوحدات ضربتها في بعضها، العدد خرج لي 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولوم في الفولت جول. معناها حاب انا نحول حاجه من الجول الى الكترون فولت ولا نحولها من الكترون فولت للجول، نستعمل القاعده الثلاثيه، نحط الحاجه تحت الالكترون فولت ونحط الحاجه تحت الجول ونجبد الحاجه اللي حاب القاعده الثلاثيه كما راينا. مفهوم؟ والان بما اننا قلنا رايحين نستعملوا الميجا الكترون فولت بكثره، هنروح وطرح نشوفوا الميجا الكترون فولت شحال من فيه من جول. اذا هذه علاقه مهمه ايضا، نجمه مهمه. ركز معايا، شحال واش قلنا؟ قلنا 1 ميجا الكترون فولت فيه شحال؟ 10 اس 6 الكترون فولت. 1 ميجا الكترون فولت واش يساوي؟ اذا 10 اس 6 نبقيها. والالكترون فولت شحال يساوي من جول؟ يساوي هذا. اذا نعوض 1.6 في 10 اس ناقص 19 جول. ركز معايا، إذا 10 أس 6 في 1.6 في 10 أس ناقص 19، شحال تمد لي؟ تمد لي 1.6 في 10 أس ناقص 13 جول، 1 ميجا إلكترون فولت. إذا ها هي 1 ميجا إلكترون فولت شحال من تساوي؟ 1.6 في 10 أس ناقص 13 جول، وها هو السلم، وهذا هو اللي نستخدم بكثرة. يتسألوا التلاميذ، أستاذ هل نحفظوه أم يعطى لنا؟ يعني شوفوا في أغلب الأحيان راح يعطى لكم، لكن من احسن التلميذ يحاول يحفظ هكذا امور. واصلا او علمتكم كيف تخرجوا هذه الامور معلي دون ما تحفظ حتى حاجه، وطلعتوا من بديت الدروس لحد الان حاجه ما قلت لكم حفظوها، كل شيء فهموه. ممتاز، اذا ركز معايا، تعرفنا على الالكترون فولت وقلنا وحده تناسبنا في واش؟ تناسبنا في المستوى الذري. الجول راح يناسبنا على المستوى العياني فقط، اذا لا يلائمنا هنا. نكمل، جبنا الالكترون فولت شحال يساوي بالجول، وقلنا ها هي العمليه، ضربنا الوحده في الوحده خرج الجول. ثم قلنا بما اننا نحتاج ونستعمل بكثره الميغا الكترون فولت، حاولنا نجبدوا الميغا الكترون فولت شحال فيها الجول. قلنا 1 ميغا الكترون فولت فيها 10 اس 6 الكترون فولت، عوضت الالكترون فولت قيمته بالجول، ضربته في هذا العدد اللي هي الوحده التحويل، خرج لي هذا بالجول. حاب نحول حاجه من ميغا الكترون فولت ولا 1.6، نستعمل ماذا؟ القاعده الثلاثيه، ونجبد عادي بالقاعده الثلاثيه عادي جدا كما سنرى في التمارين. راح نحلوا بزاف 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 تمارين باش توصلكم الفكره اكثر. خليكم على الخير والسلام عليكم.